موضوع احمد رفعت الله يرحمه موضوع فاضح فاضح للجميع يعني. بس هو بيبين لك حاجه يعني مهمه جدا وبسيطه جدا، ان احنا عايشين في وسط ناس عندهم كم من الفجر غير طبيعي. عيال شغاله في الكوره، عيال خلي بالكوا غرباء على الكوره، عيال يعني دخلوا الكوره كده من كام سنه كده، ايه الاول دخلوا ان هم يبقوا وكلاء وقدموا في الاختبارات ان هم يبقوا وكلاء في الاختبارات بتاعت الاتحاد الدولي في مع الاتحاد المصري، وبعد كده تقلدوا مناصب عشان يسهلوا السبوبه بتاعتهم، قصه وسكه كده. المهم ان بقدره قادر العيال دي بقت دلوقتي بتشغل مناصب مهمه جدا في ملف اداره كره القدم في مصر. للاسف العيال دي متربيه ان هي مستعده تعمل اي حاجه عشان تقضي سبوبتها، تلبس طاقيه ده لطاقيه ده، تلبس عمه ده لعمه ده، اي حاجه ممكن يعملوها. مين هيتاذى؟ مين هيتضر؟ المهم ان انا سبوبتي تتقضي. ده النهارده ادى بينا لايه؟ ادى بينا ان ولد شاب كل غلطه ان هو وثق في ناس مسؤولين ضحكوا عليه، واستغلوا طيبته، واستغلوا ان هو يعني برضه هو الولد عايز يقضي الموضوع وعايز يسافر وعايز يحترف وعايز يعمل فلوس يا عيني، يعني قصه يعني. فالنهارده تعب الحال ان 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 الولد يعني اتضغط نفسيا، واضح جدا ان هو جاله ديبريشن يعني، جاله اكتئاب. وهو خارج من المرحله دي في اي نادي وفي اي بلد في الدنيا عارفين الظروف اللي مر بيها الولد، كان لازم ان هم يعدوه نفسيا بشكل جيد قبل ما يرجع يلعب تاني. لان الضغط النفسي مع المجهود اللي عمله، مع انه كان صايم، مع حاجات كتير، في الاخر ممكن يحصل الدروب اللي حصل ده للولد. كان النهارده بقدره قادر ربنا يعني قومه تاني، وبدعاء الناس يعني ودعاء امه ربنا يصبرها، انه يقوم وانه يوصل رساله علشان يعني يديكوا امانه ان انتوا تمسكوا في الخيط اللي وصلكوا للحقيقه. احنا بنتكلم النهارده هنا على واقعه ادت الى وفاه شاب يعني مظلوم لا حول له ولا قوه بسبب جشع بعض المسؤولين. فرصه العمر قدامنا كلنا ان المسؤولين دول اللي تسببوا في دمار الكره المصريه في السنوات الاخيره لازم يكون مشهد احمد رفعت هو المشهد الاخير ليهم، مش في الكره بس، في العمل العام بشكل عام. لان الناس دي فعلا اذت مصر واذت الشباب اللي شغالين معاهم عشان يعملوا فلوس وعشان خاطر يطلعوا بأكبر مكاسب ممكنة من مناصبهم ومن علاقاتهم والنتورك اللي بنوها في آخر 3-4 سنين من خلال مناصبهم. أنا والله كنت واخد قرار إن أنا عمري مش عايز أطلع أتكلم لا في المشاكل ولا بتاع، لأن والله ما في أمل. لكن الأمر عندما يتعلق بحياة البني آدمين واشوف ان امبارح بيتعمل على الموضوع حلقة كفولو اب لحلقة اتعملت قبل كده فيها واحد مات، حلقة اللي اتعملت قبل كده فيها واحد مات، واشوف النهاردة ان الحلقة دي بقى بيتعمل لها فولو اب بشكل استثنائي بعد ما الراجل توفى. المفروض بقى النهاردة مع احترامي الكبير يعني ان 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 كلنا نخرج من الحلقة بمكاسب. ايه هي المكاسب؟ ان انت توصل الحقيقه للناس. ايه هي المكاسب؟ ان انت تخرج من الحلقه دي خلاص مسكت الخيط، ان ايه مين اللي غلطان، مين اللي تسبب في وفاه الولد، مين اللي تسبب في الضرر النفسي اللي وقع على الولد. لكن ما طلعناش بكده، بالعكس
انا بقول لكم ان الحلقه بتاعت امبارح بتاعت ابراهيم فايق مع نادر شوقي بمداخله مع احمد دياب بمداخله مع المحامي بتاع الولد بالقصه دي كلها واخو الولد وبتاع تسببت في ضياع الحقيقه، تسببت في ان الحقيقه توه ما وصلتش الحقيقه مع احترامي الكبير يعني. فالنهارده يعني انتوا مستنيين ايه؟ احنا مستنيين ايه يعني؟ الناس مستنيه ان هي تتكلم وان هي تقول الحقيقه. ايه مين النهارده المسؤول اللي ضحك على وزاره الشباب والرياضه وقال لهم ان الولد طالع معايشه؟ ما هو في خطاب طلع من وزاره الشباب والرياضه موجه الى الجهات المعنيه المقصود بها القوات المسلحه ان هي تصدر تصريح السفر للولد. خرج لها خطاب من وزاره الشباب والرياضه بيقول ان الولد طالع معايشه 3 شهور رغم ان الولد طالع عاره. ده تزوير، تزوير وخداع. انت بتخدع مين؟ بتخدع القوات المسلحه؟ هتضحك على الجيش؟ الناس طبعا بتوع القوات المسلحه والجيش جابوا تعالى معايشه فين يا ريس؟ ايه القصه؟ كان الولد يا عيني سافر والمسؤولين قالوا له ايه؟ سافر ومالكش دعوه الموضوع علينا. واول لما الدنيا قفلت ضبه ومفتاح المسؤولين دول ادوا ظهرهم للولد. ما بقوش يردوا عليه. دي الحقيقه. دي الحقيقه. بس لما تيجي تدور هتلاقي ان هي دي عادتهم. يعني هم ناس ايه؟ دي عادتهم من هم عيال صغيره هو ده اسلوبهم في الحياه. ان انا النهارده البس طاقيه ده لطاقيه ده واختفي. راح. انسى. الموضوع المره دي وقع في شاب غلبان وثق في الناس واتحرك. شفتوا عمنا ابراهيم في طاقيه لخفه؟ راح. لبس عمة ده في عمة ده، دخل وليد ده بس يلا هوب هو اللي يشيل، انا ماليش دعوه. في حقوق، في حقوق ما بيجيبهاش الا ربنا. في حقوق في الدنيا، في حقوق انت بتعرف تجيبها بنفسك بدراعك بالبلطجه بالقانون بايا كان بتعرف تجيبها. وفي حقوق ما بيجيبهاش الا ربنا. للاسف لان احنا عايشين في وسط ناس جبانات، عايشين في وسط ناس جبانات صدقوني. النهارده انا بقول لكم القصه دي هتحصل وهتتنسي، وفي ناس عايشه في وسطنا مرتكزين في حياتهم على النسيان، ان الناس بتنسى. لكن الوحيد اللي يقدر يجيب وهيجيب ان شاء الله حق احمد رفعت اليوم اللي هنقف فيه كلنا قدام ربنا. خلاص مفيش حد هيقف في الدايره، كله جاي لوحده روح. اللي ظلم حد، خلي بالكم انا بكلمكم في ناس ايه، ما ظلمتش واحد، ظلمت مئات. انت عندك لعيبه اتضحك عليها وانديه اتضحك عليها، وعندك يعني بلاوي حصلت في السنتين اللي فاتوا دول في الكوره، بلاوي وناس ماشيه بتدير الكوره باسلوب لبس طاقيه ده لبس لطاقيه ده وباسلوب ايه. خلي بالكم امتى ظهر اسلوب اداره الكره في مصر بتاع ايه؟ سيب ونسيب، سيب ونسيب، البسك دي وايه واسيب لك دي واخد دي وبتاع. امتى؟ السنتين اللي فاتوا. الفاسدين وصلوا الى قمه الهرم لاداره الكره في مصر، ووصلوا بجداره ونجاح. وده اللي انا بهاتي فيه بقالي سنين. والله تاني كنت ناوي خلاص خلاص كفايه، خلاص مش هتكلم تاني، خلاص تعبت، جالي صداع. ما خلي بالك كل الحاجات دي بتجيب ضغوط نفسيه وناس وتكلمك وصداع. والله كنت بس احمد رفعت ده يعني والله صعبان عليا، وامه صعبان عليا، الله يعني ربنا يصبرها والله يرحمها. كلنا زعلانين عليه. لكن يعني ان الولد يوصل بيه القصه انه يطلع في التلفزيون يتحاول يتكلم، ونادر شوقي امبارح في الحلقه بيقول لك ايه، انا جيت هنا وقفت جنب الكاميرا في الاستوديو عشان احاول احجمه. تحجمه ليه؟ واحد مستقبله اتدمر، واحد كان رايح يحترف في الامارات ياخد مليون يورو، رجع اتسجن، دخل اتحبس، والناس اديتهم ظهره، وطالع عايز يقول الحقيقه، وانت بتقول يا نادر ان انت ما تزعلش مني، انت حبيبي
انا وبحييك على حلقه امبارح يا نادر، لان انت حاولت على قد ما تقدر تظهر الحقيقه على استحياء، تاني على استحياء، وانا كنت متوقع منك اكتر من كده بكل صراحه. لكن النهارده الناس كلها، كل الناس خلي بالكوا اللي كانت شغاله الشغلانه دي كانت عارفه ان هم بيورطوا احمد رفعت. خلي بالكم الناس النهارده اللي وافقت على خروج الخطاب من وزاره الشباب والرياضه بان هو خارج يعمل معايشه 3 شهور، والناس اللي ضحكت على الولد، كل الاطراف دول مشتركين في الـ في الـ في الـ في القصه دي، لان هم كلهم ما يهمهمش اي حاجه في حياتهم، وانا اعرفهم كلهم ان هم شباب صغار، ما يهمهمش اي حاجه في حياتهم الا ان هم يقضوا السبوبه بتاعتهم على حساب ابوه، على حساب امه، على حساب اخواته، على حساب اعز اصحابه، هدوس على اي حد عشان اكمل السبوبه بتاعتي واقضي السبوبه بتاعتي. فتخيل بقى الفجر ده لما يجتمع مع الباور، الباور اللي هو الايه؟ اللي هو بيجي من التقرب من 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 الناس المعينه. تخيلوا بقى الاثنين دول، الفلوس والباور، كومبو محدش يقدر عليه الا اللي متربي. الكومبو بتاع الباور والسلطه والباور والفلوس الاثنين مع بعض لا يقدر عليه الا اللي متربي. والعيال دي مش متربيه. اهلهم ما قضوش معاهم وقت كفايه وهم صغيرين. انا عارف اهلهم كانوا بيعملوا ايه. شكرا.